السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للعشرين من شهر فبراير لعام 2022. على الله توكلنا مشاهدين، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك المفدى يشهد منافسات كأس جلالته لسباقات القدرة، عاهل البلاد أيده الله دعم رياضة القدرة لرفع راية مملكة البحرين على المنصات العالمية. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت: الأشراف لصحيفة الوطن، حالة 55 قضية تستر تجاري للنيابة، البحرين تستضيف منتدى الأمن السبراني في شهر مارس المقبل. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها: 87.2 مليون دينار الدعم الحكومي لبرنامج مزايا الإسكاني مع رفع القيود احتمال عودة الحياة الطبيعية. أما صحيفة البلاد فقد عنونت: التربية، إلغاء الحجر الاحترازي للطلبة المخالطين، 700 شركة محلية وإقليمية وعالمية بالمناطق الصناعية. إلى أخبار الصحف المحلية، ونبدأ مع صحيفة الأيام التي نشرت أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه شهد يوم أمس سباق كأس جلالة الملك المفدى الدولية للقدرة لمسافة 160 كيلومتر، وسباق الاصطبالات الخاصة المحلية لمسافة 120 كيلومتر، حيث هنأ أيده الله الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من فريق فيكتوريوس بطلا لكأس جلالته للقدرة، والفارس حمد جناحي من فريق KHK بالمركز الثاني، والفارس عبد الرحمن الزايد من فريق فيكتوريوس بالمركز الثالث. نشر صحيفة الأيام أن اليوم الأحد يدخل قرار عودة الطلبة الراغبين في الحضور الفعلي إلى المدارس حيز التنفيذ بواقع 5 أيام في الأسبوع لمن يرغب من أولياء الأمور، مع استمرار طرح خيار التعلم عن بعد. وبحسب التربية سيلقى الحجر الصحي الاحترازي لجميع الطلبة المخالطين للحالات القائمة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تفتتح اليوم عند الساعة 7 مساء بقلعة عراد فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية البحرينية 2022، والتي تعتبر ثاني أكبر دورة في تاريخ المملكة، ليس فقط على مستوى ذوي العزيمة ولكن حتى على مستوى الأسوياء. بقلم الكاتب أسامة الماجد نشر صحيفة البلاد مقالا له حمل عنوان: اجتماع وزير الخارجية بالصحافة، الواجب والتنوير. فإلى هذا المقال: في كل المجتمعات لن تكون الصحافة قادرة على الحياة إلا إذا فتحت لها الأبواب وساندتها الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. والبحرين وبفضل اهتمام القيادة الكبير بالصحافة ووضعها في منزلة عالية واعتبارها كما قال سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي عنوان المشروع الإصلاحي وشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة ودعامة التطور الديمقراطي. إن لقاء الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون المحلية والجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية، وكذلك تقديره للمهنية الإعلامية العالية للصحافة الوطنية، جاء تأكيدا على الدور الكبير والمثمر الذي تقوم به الصحافة المحلية في خدمة الوطن. متى تكون الصحافة قوة كبرى مؤثرة؟ تكون عندما تتاح لها الحريات وأقوى الضمانات للنقد
وإبراز مكامن الخلل في المجتمع من أجل البناء والتطوير، فالصحافة قوة دافعة نحو ازدهار المجتمع والإسهام في مسيرة البناء وبرامج التنمية. الصحافة البحرينية هي كذلك، وسوف تبقى شريكا إيجابيا وفاعلا في الشؤون السياسية والعامة والمحافظة على ثروات هذا الوطن ومكتسباته التنموية والحضارية بقيادة سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. لفتت صحيفة البلاد أن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة استمرارا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين، وعلى الراغبين التقدم بطلب التطوع عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن وزارة الإسكان كشفت عن أن إجمالي مبالغ الدعم الحكومي التي توفرها الوزارة للمستفيدين من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 مليون دينار حتى منتصف شهر فبراير الجاري. في تحقيق صحفي قامت به صحيفة أخبار الخليج حول تفعيل مملكة البحرين المستوى الأخضر بدءا من يوم الثلاثاء الماضي، أكد مواطنون ومقيمون أن قرار الانتقال للمستوى الأخضر قرار صائب، وأن الوقت قد حان للتعايش مع فيروس كورونا خصوصا، وأن غالبية سكان المملكة بادروا بأخذ التطعيمات اللازمة. نشرت صحيفة أخبار الخليج أنه من المؤمل خلق ما يصل إلى 300 وظيفة جديدة بمجرد أن يبدأ مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في الصغير العمل بكامل طاقته للترويج لمملكة البحرين في مختلف أنحاء العالم. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز الأشراف كشف عن تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري منذ تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين في مطلع عام 2021. لفت صحيفة الوطن أن أعمال منتدى الأمن السبراني ستنطلق في مملكة البحرين تحت عنوان حماية البيانات وأمن المعلومات عصر الأمن السبراني، وذلك في الفترة من 20 حتى 21 من شهر فبراير بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.